في نفس اليوم، احنا هنا بنتكلم فين؟ في ميدان الجيزه. في نفس اليوم لكن في منطقه حدائق الاهرام. منطقه حدائق الاهرام حصل فيها عمليه سطو واضحه جدا على محل من محلات الصاغ، وخليني برضو اوري لحضراتكم الواقعه كما تمت ازاي. ورونا يا شباب. يا باشا احنا شارع الجيش، بس مش شارع الجيش، مش شارع الجيش. سلام 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 يا باشا ما وصلت يا باشا. بص يا باشا احنا لابسين ايه يا باشا؟ لا 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 لابسين اسود، واحد لابس اسود وماسك كمانجه في البيت، والتاني لابس ابيض وبنطلون ازرق. هما كام واحد يا جماعه؟ اثنين؟ اربعه. طب ابعت ستة في حال دلوقتي التصوير دلوقتي. طب نطلع الناس بره، خلي حد يفهم بكاميرات، استاذنكم. لما هنجي نتامل الحادثه دي، طبعا منطقه حدائق الاهرام بقت منطقه ضخمه جدا وفيها عدد كبير جدا من الناس يعني، ومنطقه حيويه بشكل كبير يعني، وبتستقطب الوقت ناس يعملوا مشروعات هناك. ممكن تبص لي هذا الحادث على انه حادث جنائي عادي، سرقه عاديه، وممكن بالمناسبه يطلع كده يعني، في نهايه الخيط يطلع كده، لانه الحقيقه في جهود من رجال المباحث والنيابه في تعقب الاثنين اللي هم دخلوا على المحل ده، اسمه محل الطويل هناك في شارع الجيش، في من البوابه الرابعه في حدائق الاهرام. وزي ما حضراتكم شفتوا دخلوا، كان ابن صاحب المحل اللي هو حاول يقاوم ده وضربوه بالنار، ودخل هو عمل عمليه في دار الفؤاد وخرج، صحيح حالته النفسية سيئة جدا هو ووالده طبعا صاحب المحل، لأنه الخسارة كبيرة جدا. هم دخلوا زي ما شفتوا برضو وخدوا لموا كل المصوغات الذهبية وحطوها في شويلة، والخسارة كبيرة جدا، لأنه هو يعني مش بيتاجر بس في الذهب، لا كمان يعني بيتاجر في الألماز، فالخسارة كبيرة جدا. في حالة تمشيط ضخمة يعني الوقت، رجال النيابة، وإحنا حتى النهاردة عندنا صور للمحل النهارده ورجال النيابه شغالين في عمليه لمسح كل الكاميرات اللي في المنطقه. اهو ده المكان، المحل ده امبارح بالليل. المحل بعد الحادثه، ودول او ده النهارده برضو المجوهرات الطويل. ففي عمليه تتبع للناس، خاصة الجيزة يا جماعة برضو محافظة ضخمة، وأعتقد إنه هي محافظة قلقة ومقلقة. طيب أنا ليه بحط الحادثتين دول جنب بعض؟ لأن أنا عندي دلالة مهمة جدا. المجموعة اللي حاولت تنفذ العملية الإرهابية الصبح في ميدان الجيزة مجموعة ضعيفة، وضعيفة تدريبا وتمويلا. وانا هنا يعني اشد طبعا على ايدين رجال المباحث ورجال النيابه في ان احنا نوصل للي ارتكبوا حادثه السرقه في حدائق الاهرام، لان انا زي ما بقول لحضراتكم ممكن تبقى حادثه جنائيه، دول حراميه عاديين ودخلوا سرقوا المحل الذهب وخلاص، او ان احنا نكون رجعنا لصيغه تانية انه بقايا وفلول الجماعات الارهابيه بدأوا يتجهوا إلى سرقة محلات الذهب عشان يمولوا العمليات الإرهابية
اللي بيخططوا لتنفيذها. يبقى انا عندي هنا احتمال من الاحتمالين، جريمة جنائية او انها ايضا جريمة ارهابية، خاصة لما تيجي تشوف الاداء بتاع اللي دخلوا يسرقوا، اداء عصبي ومتوتر جدا، دول مش لصوص، مش حرامية، ممكن محترفين، لانه مش هيضرب الواد يقتله، او لانه هو لما ضرب النار على ابن صاحب المحل، هو كان بيضرب نار عشان يقتله، لانه هو ابن صاحب المحل حاول يقاوم وحاول ينده للناس من بره، فواحد من الاثنين اللي هم كانوا ملثمين ضربوا بالنار. الحرامي العادي اللي هو داخل يسرق، فما بيبقاش حكايه القتل دي حتى لو حد قاومه، لانه هو كان ممكن يثبته بالسلاح اللي في ايده وشريكه بيقشط المحل، لكن هو ضربه، فهنا جرأة ارهابي، يعني جرأة ارهابي اكتر. فعندي احتمالين، احتمال انها تبقى حادث جنائي، واحتمال ان نكون امام يعني عايز اقول موجة جديدة من انه الفلول، الجماعات الارهابية المختبئة في بقى اماكن، في شقق، في خور جبلي قريب من الجيزة، هيعملوا عمليات لسرقة محلات الذهب عشان يمولوا العمليات الإرهابية، لأنه العملية اللي حصلت عملية تافهة.